يعني كيف تم التفكير الأول في هذا السباق؟ بصراحة أنا مصري وهاجرت إلى الدنمارك، ويوجد علاقة طيبة ما بيني وما بين العيلة المالكة الدنماركية. وأحد الأنشطة الرياضية اللي بتهتم بيها العيلة المالكة الرياضية هو رياضة اليخوت. فطبعا اسكندرية دي المية اللي احنا شايفينها دي المية اللي انا تقريبا اتولدت عليها. اتولدت في القاهرة، لكني كنت بقضي 4 أشهر من السنة في اسكندرية بعوم في نفس المنطقة. سباح اصلا، سباح، وكنت بتمرن دايما سباق مسافات طويلة، وكان سواء في اسكندرية او في القاهرة يعني، لكن في اسكندرية كان البحر هو بتاع المسافات الطويلة. فطبعا قدمت فكرة اقامة هذا السباق، وسمو امير الدنمارك امير هنريك زوج الملكة مارجريتا الثانية وافق في زيارته الاخيرة لمصر على ان احنا نعمل سباق على مستوى دولي، مش على مستوى محلي، مش على مستوى ان هو مثلا يكون اقليمي ان مصر تحضر ومجايز حد، لا، سباق يجذب انظار العالم الى من جهة تنظيمه ومن جهة نواحيه الفنية ومن جهة ايضا النجوم المشتركة فيه ونتائجه، بحيث ان حاجة زي كده يبقى معترف بيها دوليا، مش معترف بيها مثلا اقليميا او محليا فقط. والفكرة دي كانت فقط من مدة بسيطة جدا، من عدة اشهر يعني، والحمد لله النهاردة نشوف الاقبال الشديد اللي حصل، ان ناس جت 18 ساعة طيران عشان تشترك في هذا السباق، ومن الجايز اللي نجحوا فيه ما عندهمش وقت ان هم يشوفوا الهرم، يعني وصلوا لغاية هنا لغاية مصر وعمرهم ما جم مصر، وبعضهم هيسافر من غير ما يشوف أبرز أعلام الحضارة المصرية، لأن هو ما عندوش وقت، هو ساب شغله، هو ساب أهله، هو ساب كل حاجة، وقطع وقت ثمين من وقته أنه يقعد 10 أيام هنا، منهم 8 أيام متسابق. فكل يوم لما بينجح بيدخل تاني وتالت ورابع وخامس الى نهاية السباق. 24 مرحلة هي شاقة جدا، سباق طويل جدا وقوي. عايز اقول فندم، الدول المشتركة اللي اشتركت معنا في هذا السباق عدة دول، هو تقريبا 13 دولة مشتركة، واكثرهم دول غربية. واحب اوضح ان امير الدنمارك ارسل 3 يخوت ملكية كدعم منه لهذا السباق. ان الامير يرسل يشحن يخوت من اسكندنافيا ومن الدنمارك لغاية هنا، وهذه اليخوت بيحصل ان مش هو اللي بيستخدمها، ده المتسابقين المختلفين هم اللي بيستخدموها. ده يعني بيبين الدعم من ان تكاليف النقل والشحن غالية جدا وفيها صعوبة. بالظبط، وده بيخلي قد ايه احنا اخدنا دعم معنوي ودعم فكري وايضا دعاية، يعني دعاية كبيرة جدا سخرت لعمل اللي جعل المتسابقين يجوا هنا ويتمتعوا باللي احنا شايفينه.